والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمديد waxay ku saabsan tahay sida ina ka muqaddimkii uu sheegay taariikhda sahiyuniyada waxa aad muhiim u ah inaynu ogaanno waxa maanta dhacaya inaannu ka dhalan ama aanu ka iman faraq ma vacuum inaannu meel cidla ah ka dhalan taariikhdu aad bay muhiim u tahay sida marar badan laga dhawaajiyay in قضيضة حق الدين هان ما إسلام هان لبدي شيخ يقوه الرئي أي أسفي عن أفافاهي إلهينا سبحانه وتعالى وحن كبر إن نصرها نصر الدقدقة وسيو أمدى أمدى في فلسطين إن الله سبحانه وتعالى نصري يقول دقدقة وسيو هدان انتا كغا قدبو أنو قال تاريخ داس إن وحي الله ما أنت دعية أما قضاياتك ما أنت تاجني وحي أقول نقول يان أرنتي يعني نورن كنا تاريخ أساسان وح أساسه وحي أيدتك مسلمين تي يكسو كرديين يوروب وحلاقي يا بين الله يابتن هذا الكاس قرن جيت الضباد إلا قرن جيش يعني تبنادي ميلادي وتقريبا و لح بقولي يو حوغي تاريخ دا ميلادي إلا كوني آفر بقولي يو حوغي تاريخ دا ميلادي وسيدات قرنوه يعني سيدات بقولوس النضوط ودتك مسلمين تي أي أندلس كتلين أيين وشريتان آدي آدو آدق كل هايين وحاي سوكر ديين علوم وحاي سوكر ديين مدارس وحاي سوكر ديين يعني مراكز لغا برطو علوم الدينية الإسلامية هي علوم المادية لبضبا وهي هي علوم تاسي وحي يعني قادة إلا هير هير يوروب أي أصو دونتان اللغة العربية دا انت برطان أي أي مادان أندلس حرميه كالدوانا مراكزي كالدوانا دا أندلس أي دبتانا كبرطان كلنا نقدان يوروب وحين مكاد لنور هير يوروب ويان تاسي سديد بقولوا سنة تقريبا أي سعوتي لابا وحبا يوروب كده حشي مركاز إن أد ودق إستان ما تعالى هاي هذا الكاس لابا فرع أي أوكا لابا حيسا وحي أي نتائج كلا صبحين فرع كواد وحي ويان علومتي مادي قهيد حساب لهيد فيسيكس لهيد كيمستري لهيد محاي علم الفلك لهيد علم الطب لهيد وآد لوغة شيكي أن عن محاضرات دورة كقلي وحي كفا إذا استينا ما إذا شيء قرن يدي تضوية تونات دي تونات سقالي تونات وحي الله يقعنا ففكا أما رينسونس أما النهضة لغيرا لغة العربية وحي إذا شيء كعانكي ورشدينتا industrial revolution كي الثورة الصناعية واحد الشيء تكنولوجيا مانتا إنه أرجناها رأينا إن كبوها أساس كيسي أما أصل كيسي بدأ الشيء علوم تيدوت كمسلمين تا لقى سوقاتي إن بدن أو كم ده كتب اللغة العربية كقرن لقى سو ترجمه تاسيد الشيء يوروب مركز قرنية دي لحي تبنات تضوية تبنات دي تبنات كربي وسوقاتي الثورة الصناعية أما كعانكي ورشدين تا وقتي ففكا لو بحي رنسونس كأما نهضة اللغة العربية اللي قويرا واحد ده شيء مركز يسبدل يسبدل لا بيس بدله وين بعد ده شيء يسبدل وحوها كان يصدق بالقاضي باور كي وانت وحي كوري كان يصدق يا بقرتو يوين كايا اسكحنا او اود لها او دتكون اي هوستو ده كوتشرين صراع بعد عي مركز صراع بين الكنيسة والعلم وحال لولان كده حد عي كنيسة دي علمي لولان كده حد عي تنوير كي يمد انلايتمنت كي يمد يا كنيسة دي أيا وحو دليز كنيسة دي إن وهل كي كتي مد وحال يراهدو فصل الدين عن الدولة أما فصل يعني ماركتين لكالسار الدين تي يا كنيسة دي يا دولة نمدي
علمانيته هل كي أصل كله يذهب ويان وحني مكان نقول قانو العلمانية تاسي واحد أشي مركز تاس إسبدل كلامات نوحة بلشدي بقى إسبدل شيء بلشدي أول يعني هاي محو هاي رميجا أما محو هاي باديها مركز صناعات كي يورشدين تتمد إسبدل بلش أي يمد إسبدل دقالة أي يمد لبدا إسبدل هل كاهي نوتشوغان حسوس نادا فرع اللبات علوم تي إسلامكو أي كانتي وحاولين على فلسفة دا وغير يروب علمكي مادي قهيو كلية سومي قادن وحاك لي سوقاتين فلسفة دي دوتك مسلمين تي أي كوهيين أندلس علمكي منطقة علم الكلام وحالو يقانو يعني فلسفيكا أما لوجيكا أما راشنالكا أي يجنا سوقاتين أو فرانسيس بيكن نك الله يرحمه هذا لقاح سكرة أو إنغريزها وحويان دتك يجوه ري جيبوها تاسينا وحي فرع على بدوي أنا واحد الشيء إن دتكو أي حقي مسكح هذا كوحي يعني كان يصديه يكو هيان أي كحروبان وماشى أي كتمت كلمة وحلاقي قانو التنوير أما إنلايتمنت دتك بقى إنلايتد نقدي دتك بقى وحفامي كعدون بقى مركز عاي سيدي لما ذكي يعني كعدون كي كان يصدى ساينتيست كي أما علماء دي يعني ساينسكو أي كل هذا قالمين قال هذا إنه ويل هذا قالمين مركز أنت هالصورة مركز نسكو صورنا وحين نسوه قامين إسا قرنية دي تضبي تبنات سيدي دي تبنات يسقالي تبنات ما حد عاي مركز قرنية داس واحد عاي يعني كان يصدى مركي لقفوا جي ساحدي نلاشة لمارشنا لايسكريه لقدر يجي واحد رلفان تهين إسبدل بدن حقي فكر كود عاي حقي علومتي حقي نلاشة دقالي دقن دقالي سوسي اقتصادي تغيير كود عاي واحد عادي إنا يصاب حان أورورا سريا وحن مكاينون قانا أوروشادا سرّيغا أما مؤسسات كي منظمات كي سرّيغا سيكرت سوسايت اسبا أيا سمي اسمي أو فكر كي انلايتمنت كا فيدينا يا فكر كي تنوير كا وحا أغوينا وحن لولو يقانا الماسونية ماسونية دا يا أغوينا وي صوصعوتي وي صوصعوتي وي صوصعوتي وحا صوب حي فلاسفة إن فلسف فيلسوفيا صوب حي قرنية دي تضوية توناس دي توناسة غالية ثمنا آدو فربضن وإناني هل كان كترين كرينين أو فلسفة دو داسي أي أوبن نايم فلسفة دي إلحادية فلسفة دو مادية فلسفة دي دين تكسهور جيدا فلسفة دي محوة هاي دقن كسهور جيدا دو وحي دوتكو أي مركة عادات لهايين هل كان مركة يهود أي كسهور جليسا وهل كان يهود انتي هورا يوروب عادات سبي كتيرين حوكم أي لهايين إن مسيحية دو ده كده كجت عنيد استقلال ميل هين مركي أي سكر سوسايتس كاسما منظمات كاي مؤسسات كسرقي سرتها هي سدا ماسونية دو كله يقار كلابضن أي صوحو جيسين أي آدو دحجلين فلسف فلسفية بضن بكسو بحي واحد بضن بي فلسفة دي كقرآن دين عكسته وي وي وراعن وحلا وحيد دين لقولا دجالم يكريون دم بيكولا دجالمين هل كاويان هذا بمركة قد يدن سهنيون يدو هل كسوة بلا مسا قرنجي سقال يتبناد يدو يوروب ده عركة مريسو أو ثورات فربدن أي دعان أو نقاله يعني آدو كري أو محوهاي يعني دين تدتكو أي آدو قفو قادين أو فكركو يعني وآدوا قد وين هنسيدي برجع هراي هانشرين أيا كوحو يهودا وأيا يسوت جي ووحي بريء مدبا كفكر يا رنتي إني سميان وحي سك أنا يهودا يروب شوكتا وهلك أمرك هلك زاينيست وكيمد وحي لبحين يعني زاينيست كونغرس أما المؤتمر الصهيوني أي مؤتمر كي يجوه ريوح على قبته كون يسدد بقول يلحي سجاشن كي وحلو قبته مقالة باسل ليرا
كنت الله سويسرلاند مركي أرى واحد دوني إن شرم الكينا كقبطان ويسور تجل ويدي دقوط بهرب كهرتمد شرم الكينا إنجليز كبا واحد مركز يعني كقبطان مؤتمر كي وهري واحد أم ضحى هاي هو جاميني نينك الله جاي يبين عند مقشين الله يرهدو ثيودور هيرتسل هيرتسل وحوها أصلها وحو كسوة كذي شرم الكا وكل شيء لكن ده نكاس وحوها يهودي زاينس كمركا كلمة زاين أرت زاين وابور كتال وطور سيناء وابورتا إلهي سبحانه وتعالى وحي وجسوا دتشين نبي الله موسى مر كلمات كي دورتونا ده مو كلمات دينية ويان إسرائيل بي دورتين زاين بي شكتين زاين مركا وحي ولبحين وحي يعني أساس وأهم مؤتمر كاس لو بحي يعني the Zionist Congress أما مؤتمر كي يعني سهيونيجا أما سهيونيدا وحوي يعني اعتقاد كديني جاي اعتقاد سيهين صدح وحبا مركا أساس وها مؤتمر كاس كو إن عدد كيهودا يوروب توجا يوروب كنول أي سكانان أو أي مديان أو أسميان مؤسسة أي لي مؤسسات أي ليهن أو حقلة لبا إن أي عالم كا ولخاصة يوروب أي حاجة نقالها كهنتيان أو أي قبصدان صدح إن أي أدق علمان أو أي أهل جمان دول يهود أي لاد هاي إن فلسطين لقسيه وغورما و كون يسدد بقولي لحي سقاشن كي وتقريبا بقولي صد سنة أما بقولي دوري صد سنة كور مالهاس ويان وقت قاسي أيه فكران وان إن شاء الله ستدتشين يا ننكاس هرتس الليلة ماركو دينتو حلقوها سي أستريا لغوها سي markii Israa'iil la aasaasay meedkiisii inta meesha la fiisii laga soo saaray ayaa lagu aasay Falastiin ilaa heerkaas uu yaani arintu gaarsiisnayd waa taariikh dheer runtii waa soo gaabinaya riyadoodu waxay ahayd markaas protokolaat bay soo saareen qaraarad bay soo saareen waxa loo bixiyay protokolaat uu xukumaa isahiyun ama protocols of Zionist elders ama elders of Zion إنك سويرونتي دفيران يجو لكن واحد ترى يعني أنا دفير كرين واحد يبحيين زاينيس برنامج كسهيوني يده وقرن إسنا وقبل جي سبوكو سابس العالم كان وسيطرين لهاين أو يدومينيت كرين لهاين عالم كوردن ما هي يروح كليه سيوقبسن لهاين ما كورت فكرة وهالكاس كتيمت واحد ونكاس هيرتس اللي راه ده كو هادلي أو قرآن أو لهايا إنه يري شان سنة جدهد هذه سورة قالوا ويدنا كنتن سنة جدهد أيان هلي دونا دول أي يهود ليهن أو فلسطين كويالا رياديسو هركاس هيد وحد إنت أنا وحاسي رمابين بودن تاي وح رياديسو رمائي مركا إنغريسكا dagaal kii koobaad ee adduunku markuu dhamaaday sida mar dhawayd laga dhawaajiyay ingiriisku saddex wax u sameeyay koow horta khilaafadii uthmaaniyiinta ayuu ka takhallusay isagoo adeegsanaya ciidamo arbeed yani khilaafadii islaamka markaa jirtay oo khilaafa uthmaaniya ayay ku tala galeen dumiyaan waana xaqiiqeyeen way dumiyeen laba waxay sameeyeen wacd balfour in la yiraahdo markaa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska 1917kii waxay soo saareen ballanqaad ay yahuuddu u fulinayaan ay leeyihiin homeland ama dhul iyo wadan ad leedihiin baan idin ka seenaynaa Falastiin hadda ogaada may haysan markaa Falastiin tan saddexaadii sameeyay waxa weeyaan Falastiin bay qabsadeen iyaga iyo Faransiiska kala qaybsadeen dhulkii oo heshiiska la yiraahdo Sykes-Picot taariikhda ku noqda
iyo xuduudaha sida loo sameeyay iyo ku talagalku wuxuu ahaa dagaalkii koobaad markuu dhamaaday ayaa waxaas oo dhan ay sameeyeen falastiinna la qaybsaday afartan sanadood ka hor intaan dowladda yahuudda loo samayn ayay arrintaasi dhacday waxaa kaloo iyaduna taa berber socotay in kacaankii ruushka ka dhacay soviet unionka bolshevik revolution isna uu tallaabooyin noocaas oo kale u qaaday adigu soo soco ilaa dagaalkii labaad baa dhacay kadib dawaatii markaas yacni yahuudda meesha la soo dejiyey waa taariikh dheer laakiin asal ahaan halkaasay runtii ku salleedahay aan sheegay marka waxaan waa wax beri hore 300 sano ka hor laga soo shaqeeyey weeyaan innaga muslimiin ahaanna waxyaalaha ugu waaweyn runtii naga maqan waxa weeyaan takhdiidka madal baciidka meesha fog ah baleeg nimankaas 300 sanadood ka hor ayay waxa maanta dhacaya takhdiidiyeen ninka Herzlan leeyahay 1904 buu dhintay wuxuu dhintay iyadoo waxba yacni muxuu ahaa riyadiisii ama axlaamtiisii uga aanay suurtagelin buu dhintay haddana maanta waxa weeyaan yacni waa taasi waa la ciseeyaa oo buurba meel baa loogu magac diray la yidhaahdo Mount Herzl ama Jabal Herzl marka Ilaahay subxaana wa tacaala xaqahayna waafajiyo waan ku yara dheeraaday runtii iga raali ahaada وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته أدل مع سطح